مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد والمثير حول برمجة خادم TCP بسيط. فالTCP فهو بروتوكول معظم تطبيقات الانترنت، مثلا فالHTTP فهو مبني على TCP. HTTP فهو بروتوكول نصي، اي يرسل فقط كاركتر وليس بروتوكول بينير. فالبروتوكول بينير فهي عكس البروتوكولات النصية. في هذا الدرس سنقوم بإنشاء خادم دردشة بسيط مبني على TCP. لهذا الأمر وجب تحميل موديول نت require net و موديول نود UUID require نود UUID. فال UUID فهو Universal Unique Identifier، فهو رقم وحيد، حيث تقوم قبل قيام بهذا الشيء عفوا وجب تحميل الموديل الخاص بذلك باستخدام نود UUID. لتجربته نقوم بتحميل نود UUID نود UUID. هناك العديد من النسخ، فالفيرسيون الأولى هي التي سنستعمل. كما تلاحظون ففي كل مرة يقوم بخلق UUID، وسنستعمل نحن هذا UUID لتعريف السوكيت. هنا var server net create server function socket، فهو ليس كالHTTP الذي يعطينا request response، هنا فقط socket. نقوم بفتح port و address IP local. نقوم بطبع الجملة TCP تمانون تمانون. عندما يرسل أحد الكلاينت request فإننا نحصل على السوكت الخاصة بذلك الكلاينت. نقوم بإضافة سوكت UUID نود UUID لرسم تلك السوكت. الآن عندما يرسل أحد الكلاينت الداتا فإن السوكت يحدث إيفنت المسمى بالأون داتا وفانكشن داتا. نقوم هنا مؤقتا بطبع فقط الـ UUID الخاص بذلك كلاينت وتجربة هذا الشيء. كما تلاحظون يقول لي أن الكلاينت معرف بهذا الـ UUID فقد أرسل معلومات. إذا كنتم تستخدمون بروتوكول IRC فإن ذلك البروتوكول يقوم بتوزيع المعلومات على جميع السوكت الخاصة بكل الكلاينت المربوط بالسيرفر. لذا وجب وضع السوكت الخاصة بكل الكلاينت في جدول يكون مشترك بين كل الكلاينت لكي يستطيع الكتابة في السوكت الخاصة بالكلاينت الآخرين. نقوم بعملية push socket، وهنا نقوم أيضا بحدث آخر وهو حدث الأند، أي عند ذهاب أحد المستخدمين. نقوم مؤقتا بطبع الجملة client لاختصار الوقت.
نقولو نكتب is gone ذهب. هنا نقوم بالمرور على جدول الكلاينت ليست والكتابة في السوكت الخاصة بالكلاينت الآخرين. هذا فقط مشكل في الكيبورد، مثلا فور بار اي كان زيرو، اي اصغر من كلاينت ليست وهانت اي بلس بلس. ونقوم ب كلاينت ليست دو اي بوان ورايت داتا. هنا نقوم بتوزيع او الكتابة في السوكت الخاصة بكل الكلاينت. نقوم بتجربتي هذا الشيء، هنا افضل نقوم بكتابة هلو ام محمد، فان هذا يستقبل ام محمد. هلو ام احمد يقوم بتوزيع ام احمد. هنا نستطيع القيام بفلتر بسيط if client list de point uuid تخالف socket point uuid، أي أنه لا داعي للكتابة في كما تلاحظون مثلا hello هنا، فإنه يكتب hello في socket الخاصة لكل الكلاينت بما في ذلك السوكت الخاصة بي، وأحصل على جملة مكررة كما ترون hello hello x hello y، فلا داعي للكتابة في السوكت الخاصة بي، فقط أريد الكتابة في السوكت الخاصة بالكلاينت الآخرين. إذا قمنا بهذا الفلتر قم بإعادة تشغيل السيرفر كما تلاحظون hello، فإنه لم يعد يكتب في السوكت الخاصة بي، فقط السوكت الخاصة بالكلاينت الآخرين، إلا أن هذا السيرفر لحد الساعة يتوفر على بوغ. مثلا إذا ذهب هذا المستعمل وقمنا بكتابة شيء فإن الخادم يقع. لماذا؟ لأن ذهب المستعمل هنا نقوم فقط بتنفيذ هذه الجملة بطبع جملة ذهب المستعمل، إلا أن السوكت لا زالت بكلاينت ليست، لذا وجب حذف السوكت من جدول الكلاينت. نقوم ب if client list de point uid، قبل ذلك وجب البحث عن هذه السوكت socket uid. نقوم بعملية client list point splice e1، أي أننا نحذف خانة واحدة الموجودة في المؤشر e، فهنا إذا تحقق هذا الشرط فإن الانديس اي هو رقم الخانة الخاصة بالسوكت للمستعمل الذي ذهب. نقوم بتجربة هذا الشيء، مثلا هلو ام فاطمة، يكتب هلو ام فاطمة، هلو ام محمد. مثلا عند ذهاب هذا الشخص والكتابة هلو لم يعد السيرفر يسقط. مثلا هلو ام اسماعيل، فان هذا يستقبل. عند رجوعي فاطمة فان كل
يستقبل الميساج عند ذهاب أحد المستخدمين. كما تلاحظون فإن السيرفر لم يعد يسقط. السيرفر أيضا يطبع المعلومات الخاصة بالسوكت، أي رقم السوكت. نستطيع أيضا القيام بأشياء مثيرة، فمثلا هنا في الداتا نستطيع البارس للداتا المرسلة والقيام بأشياء خاصة. مثلا إلا أني لن أقوم بهذا الشيء، وسأترك لي لكم فرصة المحاولة. مثلا في اليرسي نقوم بأشياء من هذا القبيل، مثلا نيك ميف، أي أني أغير نيك أو مس أو كويري، مثلا إكس بيرسون هلو مستر إكس، أي أني أقوم بإرسال مساج خاص لشخص ما، أي أنني لا أقوم بعملية البرودكاست. فهنا سنقوم بالبارس لهذه الجملة وأخذ الاسم. هنا مثلا سيكون UUID، مثلا سيكون من هذا الشيء، أي أريد الكتابة. أريد الكتابة في UUID الخاصة بهذا الكلاينت. نقوم ب مثلا كويري ورقم، هلو مستر اكس. مثلا سيمر على جدول الكلاينت وسيبحث عن الاي اي دي الذي يساوي هذا الاي اي دي الذي سنقوم بارساله كداتا عاديه، وسيكتب فقط في السوكت الخاصه بهذا الكلاينت، حيث ان المستعملين الاخرين لن يستقبلوا هذا المساج، فهو مساج شخصي. وشكرا، آمل ان تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس حول برمجة خادم دردشة بسيط مبني على TCP، وشكرا.